انا طفل حازم زياد جهاد كفارنا، كنت انا واخوي رايحين نجيب مساعدات عن طريق خط البحر، وش اسمه وصلنا غاد لما جتنا دبابه وسكون اليهود، اخذوا اخويا شلحوه وزلوه واعطوه قسطحين، اما انا خلاني اضل على الجنوب اضل امشي، ودخلني في الكونتينر قال طلع الكاميرا، طلعت فيها بعدين قال لي خلص خليك ماشي، قلت له خلاص بدي ارجع، ما رد ليش بدي ارجع ولا رد اشرب مي، ضلني ماشي لحد ما مشيت للزبايده، بعدين لقيت شيء اسمه جثث على الارض كثيره، ما قدرتش امشي من كثر الجثث، بالعافيه غلطت وصلت للزبايده، لا شو اسمه لقيت شحونه مساعدات راجعه عن جنوب، وطلعت مع شخص من دار شحيبه، لقيت فجاه لقيت حابه حدايا، لقيت ابن جيراننا وهينا قاعد عندهم في الخيمه. لما شفت ابن جيرانكم في رفح ايش حسيت؟ حسيت انه خلص انه صار لي حدا في غير رفح، الحمد لله عرفت ما اروح. ما قالوا لك اليهود اطلع على الجنوب ولقيت حالك بتمشي لحالك بين الجثث، ايش حسيت؟ حسيت بالخوف طبعا، خفت؟ فيش حد بالشارع غير انا والجثث، ما كانش في حدا. رغداء ابنك بخير وهو ساكن جنبي وراح ادير بالي عليه، تقلقيش.